بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب احنا كنا بنتكلم على السيمبل ليست ايتم دوت 1 ده، وفي طبعا سيمبل ليست ايتم 2 وفي غيره، بس ستايلنج ممكن تكون ما تعجبكش قوي. انا غيرت الوقت كده السيمبل ليست ايتم 2 ونعمل ران، ما اشتغلش. نعمل ران تاني، طلع ايرور، الابلكيشن طلع ايرور، الستايل ده مش ماشي معانا. طيب مش مهم، نغيره ونشوف الايتم تاني غيره من لي من اندرويد دوت ار دوت لاي اوت. وقمت واخد مثلا، طبعا عندك هنا ايه، اكتيفيتي ايتم تو لاينز، تيست لاين ايتم، اد تيست، تيست ليست ايتم ده ونجربه ونشوف. شايف بقى الخط بتاعه. طب افترض ان انا عايز اعمل ستايل على مزاجي، انا مش عاجبني الستايلز اللي موجوده دي، اروح على الريسورسز جوه الاب، جوه اللاي اوت، واقول له انا عايز اعمل فايل بمزاجي، اعمل كليك يمين ونيو، واقول له انا عاوز اعمل لاي اوت ريسورس فايل، لاي اوت ريسورس فايل. قال لي هتسمي الايتم او الريسورس فايل ده ايه؟ قلت له هسميه ليست فيو اندرسكور ايتم، يعني عايز اعمله ايتم في الليست فيو. طيب الروت اليمنت انت هتعمله ايه؟ اقول له تكست فيو عادي، انا عايز اعمل تكست فيو، اديله تنسيق، ويبقى هو ده الايتم بقى بيتكرر في المين وفي الفولدر اسمه لاي اوت. هختار اي حاجه من الكواليفايرز او المحددات الموجوده، تقول لا انا هعمل انا بمزاجي. فانا مالي تكست فيو اكس ام ال فيرجن كده عادي، والتكست اندرويد، واداني الويدث والهايت، وسابني كده في الشارع. خلاص كويس جدا، الويدث اللاي اوت ويدث واللاي اوت هايت، ماتش بيرنت وماتش بيرنت، الهايت لا الويدث خليه مثلا الراب، مش مشكله. مفيش مشكله، احنا كده كده ايه، خلي الايه الويدث، اسف الهايت يبقى على قد الكونتنت، عشان لو كان الكونتنت 3 اسطر ياخد، كان سطرين ياخد يعني. وادي الايه التكست فيو، تعالى نعمل له شويه يعني حاجات في الستايل. فانا اول حاجه في البادنج مثلا، عشان الايتمز بتبقى، طبعا الايتمز دي هتبقى في لسته، فالانسان لما يجي كليك فلازم تكون مديله مساحه بحيث يقدر يكليك. فانا هدي له بادنج سبيس كده من فوق وسبيس من تحت، ده اللي يهمني يعني، بادنج كده توب هدي له 8، وبادنج باتن بحيث يبقى فيه سبيس ما بين التكست وما بين الايه الاطراف بتاعت الايتمز نفسه. ماشي، يكفيني الاثنين بادنج دول. هتعمل ايه في الستايل تاني؟ وتروح خش مثلا على التكست، هات لنا تكست سايز مثلا، ماشي، التكست كلر لو ادي له لون مثلا حاجه تكون غامقه شويه مثلا، فادي له هاش مثلا 0 اف 0 اف اف 0 مثلا، ده هيبقى لون غامق. ومثلا ايه ندي ايه تاني مثلا غير التكست كلر؟ التكست سايز مثلا ادي له خط كبير شويه، مش عاجبني الخطوط الصغيره خليه 24. تمام، ستايل تكست ستايل خليه بولد مثلا، خط تقيل مثلا. عملت ستايل بتاعي بمزاجي، ادي ده الستايل اللي انا كونته على تكست فيو. انا عايز التكست فيو ده هو بتنسيقه ده، هو ده اللي هيبقى الايتم بتاع الليست فيو، هو ده الايتم بتاع الليست فيو. تلاحظوا طبعا اللون طلع ازرق غامق شويه. ماشي، في مين اكتيفيتي انا كنت بنادي على اندرويد دوت ار دوت لاي اوت، انا هكومنتها احسن عشان تفضل موجود عندكم الاسلوب لما اديكم السورس ان شاء الله. هنا بقى هو عامل ايه، ار دوت لاي اوت دوت، ولقيت ليست ايه، ليست فيو ايتم، حتى هو كده اللي قدامها ريسورس. تمام، ليست فيو ايتم كده اديته شكل الايتم اللي انا عامله، اللي انا عامله. فالمفترض لما يجي يعرض لي دلوقتي يعرض لي بالشكل اللي التنسيق اللي انا عامله. تعال نشوف، نعمل ران. بسم الله، ايوه الله ينور عليك، خلاص ناس عينها مش شايفه. كده كويس، عملنا الستايل بتاعنا وشغلنا الليست ايتم زي ما احنا عايزين، الستايل اللي احنا عايزينه.